الطبعة الأولى للصالون الوطني للصور الفوتوغرافية الفنية تاف تلمسان آك فوتو. هذا الصالون اللي كان فيه استضافة 11 فنان فوتوغرافي. أهم هنا الشيء اللي يهمنا في هذا الصالون وهو الصور الفنية، ماهيش غير الصور الفوتوغرافية لكن الصور الفنية. هذا الصالون الذي يشارك فيه عدة مصورين فنانين من مختلف ولايات الوطن، تضمن مجموعة لوحات أو صور فوتوغرافية تضمنت مناطق وأماكن لمختلف الوطن.